Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde. Et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent. Et il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les victimes méritent notre compassion, notre engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Et cela ne varie pas. النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة، وتوافقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط، لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها. لأن ذكرت النهاردة قضية حل الدولتين، وده أمر أيضا توافقنا عليه، على أن هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التداعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة ديت، في 5 جولات من الصراع خلال 20 سنة اللي فاتوا. غياب الأمل، حالة الإحباط، اليأس، ده كل دي كانت عبارة عن أسباب أدت إلى الاقتتال اللي احنا بنشوفه بشكل أو بآخر. فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل، لأن إذا كانت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم يبقى مش معقول ان هم ممكن ينجحوا وهم مش موجودين على أراضيهم.